النهارده يوم 26 يناير 2018 اي كي ريفيو تم 30. زي النهارده من 30 كنت لسه بادئ الفيسبوك بيج واليوتيوب شانل، والنهارده الفيسبوك بيج عدت ال 90,000 واليوتيوب عدينا ال 20,000، فشكرا لكل واحد فيكم عامل لي سبسكرايب وعامل لي لايك ودعمني بالكلام في الكومنتات. كمحاوله مني ان انا ارد لكم الكلام دوت، اتفقت معاكم ان انا هعمل لكم جيف اوي لو وصلت ال 35,000 سبسكرايبر، زي ما عملت جيف اوي قبل كده ووزعت هدايا ووصلت لحد الناس عند باب بيتها. وكنت ناوي اقرر الموضوع دوت بان انا ابعت لحد فيكم انفينكس 05 او الاوبو اي 5 او الهاوي ميتن لايت، الجهاز اللي هو هيختاره بنفسه، لكن ده كان في حاله ان انا وصلت ل 35,000 سبسكرايبر، وللاسف مش ده اللي حصل. حاولت ان انا افكر فيها وان انا برضو اعمل الجيف اواي رغم ان كل الشروط ما اتحققتش، ولكن احنا حتى ما كملناش ال 25,000 سبسكرايبر، فللاسف الموضوع هيبقى فيه خساره كبيره جدا عليا ومش هقدر اعمله. بالتالي المره ديت يؤسفني اقول لكم ان مفيش فايز، ولكن بالتاكيد هيبقى فيه جيف اواي ثانيه، ممكن مثلا لما اوصل 50,000 او 100,000 سبسكرايبر، او حتى السنين الجايه في عيد ميلاد الصفحه. فصدقوني انا كده محبط اكتر منكم ان انا ما وصلتش ل 35,000 سبسكرايبر، وان انا بالتالي مش هيبقى في فايز يكسب بالجيف اواي ديت، ولكن بوعدكم ان الموضوع ده هيكرر تاني ومش هيكون ديت اخر مره، فما تنساش تعمل لي سبسكرايب علشان تشوف المرات الجايه بعد كده. بما اني تميت السنتين فشاركوني برده في الكومنتات حابين تشوفوا فيديوهات عن ايه بعد كده، ايه الاقتراحات اللي عندكم للتحسين او للتطوير، وايه الحاجات اللي ما عجبتكوش في الفيديوهات اللي فاتت. ادعموني في كومنتس واعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنيكم في الفيديو الجاي.